ضيفتي مش بس انا اشتقت لها، ضيفتي الساحه الفنيه كلها اشتقت لها. منال موسى اهلا وسهلا فيك حبيبتي. مساء الأخبار؟ الورد. طبعا انا من زمان ما شفتك، كثير مشتقت لك حبيبتي، ولازم نحكي لهم انه التقينا بالصالون. طبعا خبريني، صار لك فتره غايبه والجمهور كله عم يسال عنك، وينك؟ صراحه اكثر سؤال بنساله انه دائما غايبه. اللون اللي بقدمه ما له كتير حضور في وقتنا. كان الشهر هذا كان عندي عرضين، أوكي. في مسرح في الشارقة وفي مسرح في أبو ظبي. قدمت أغاني وطنية إماراتية وفلسطينية. ما فينا نكون واقفين قدام هاللوحة التكريمية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وما أسألك عنها. أيوة، شو رأيك؟ دائما بيحكوا الناس ما عادت تسمع طرب. انا عكس هاي المقوله تماما، الناس جدا بتسمع، وبالنهايه لا يصح الا الصحيح. تقريبا من شهرين ثلاثه كنت قاعده في البيت سجلت فيديو لام كلثوم بالفيسبوك، حصل على 25 مليون مشاهده، ما يقارب 370 الف شير، فهذا دليل انه الناس بتسمع ام كلثوم. طب سمعيني جمله صغيره لام كلثوم. ما بين نايمين وأنسين روح ساعة رضاك. يسلم صوتك and enjoy your night. Thank you so much. إلي نرجع لعندك.